بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مواطنون مع وقف التنفيذ. في الوقت الذي تراهن كل دول العالم على كسب تحدي ورهان التعليم نحو إقامة مجتمع العلم والمعرفة، لا تزال الجزائر تتخبط في مشاكل عميقة تقف أمام اكتساب المعرفة وإنتاجها. حال التربية والتعليم في الجزائر لا يسر حسب المختصين التربويين، إذ كشف مؤشر دافوس الخاص بقياس جودة التعليم عالميا على احتلال الجزائر المرتبة 11 عربيا والمئة 119 عالميا من حيث جودة التعليم ومستوياته، وذلك من أصل 140 دولة على مستوى العالم. منظومة تربوية تعاني العديد من المشاكل دفع ثمنها في الأخير التلميذ. 40 أستاذا احتياطيا من مختلف الأطوار التعليمية بولاية سيدي بلعباس دخلوا منذ 3 أيام في إضراب عن الطعام والعمل، وذلك احتجاجا على تردي أوضاعهم وسط مبنى متوسطة الجلال اليابس التي سبق وأن أقاموا بداخل غرفها لفترة فاقت عاما كاملا. حال المنظومة التربوية في الجزائر، المشاكل والحلول، هذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه اليوم مع مجموعة من الضيوف الذين أسعد باستضافتهم. وأرحب في البداية بضيفي في الأستوديو الأستاذ صادق أمين، إعلامي وأستاذ سابق. مرحبا بك أستاذ صادق. مرحبا. كما أرحب بالسيدة مريم معروف، رئيسة الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية من الجزائر. وأرحب بالأستاذ بشير السعيدي، المنسق السابق للأساتذة المتعاقدين سابقا. مرحبا بضيوفي، أرحب بك مجددا أستاذ صادق. حال المنظومة التربوية في الجزائر لا يسر حسب بعض المحللين التربويين، كيف هو هذا الحال في اعتقادك أستاذ صادق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لك على هذا الموضوع الطيب والشيق، والذي بأكيد أنه سوف يفيد المدرسة الجزائرية ويفيد أولا وأخيرا التلميذ الجزائري، الذي في الحقيقة هو أصبح هو المغيب في هذه المعادلة الكبيرة، حيث في كل مرة نلاحظ بأن الأساتذة أيضا يعانون من مشاكل، وتنعكس هذه المشاكل على التلميذ وعلى تحصيله العلمي. ولذلك أعتقد بأن الأزمة التي مرت بها الجزائر والظروف الصعبة الاقتصادية التي يعيش فيها المجتمع الجزائري، وأيضا بعض الأشياء التي غير أصبحت يعني لا تروق الموجودة في المجتمع الجزائري، كلها أثرت سلبا على المدرسة الجزائرية، لأن المدرسة في نهاية المطاف هي جزء وهي حلقة من حلقات المجتمع الجزائري المتكامل. فإذا كان المجتمع كله هادئ وفيه إنصاف في توزيع مثلا الدخل القومي على كل مناطق الوطن وعلى كل فئات الشعب الجزائري، فأكيد ينعكس على المدرسة وينعكس على تحصيلهم العلمي. للأسف هناك العديد من هذه المشاكل والعديد من المحاولات أيضا التي حاولت النهوض بالقطاع التعليمي في الجزائر، ولكن في كل مرة تراوح مكانها، والسبب على في ذلك يعود بعدم وجود نظرة شاملة لما هي أو كيف ننظر إلى المدرسة الجزائرية. نعم. وماذا نريد أن نحقق من التكوين ومن التعليم في الجزائر. يجب أن تكون البرامج والمناهج التربوية تكون مرادفة لخطط اقتصادية وسياسات عامة للدولة الجزائرية تسير بالتوافق وبالتوازي حتى تصل إلى الأهداف المرجوة وتحقق الأهداف التي خطط لها السياسيون، وتأتي من خلال التحصيل العلمي ومن خلال المدرسة الجزائرية. نعم. واضح. ابقى معي أستاذ صادق أمين. أرحب بضيفتي السيدة مريم معروف، رئيسة الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية. مرحبا بك أستاذة مريم معروف. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا بك أستاذة مريم معروف. دائما نسمع بإضرابات واحتجاجات من قبل الأساتذة يدفع ثمنها التلميذ في الأخير. الأساتذة يشتكون من مشاكل اجتماعية اقتصادية، التلميذ هو الضحية في الأخير. كيف هو حال التعليم في الجزائر أستاذة مريم معروف باعتبارك رئيسة الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية؟ أولا أرحب بضيف كريم، أرحب بك
انت الاخت اسماء، ورحب بكل المستمعين لي والمشاهدين للقناه المغاربيه. لقد عرجتم كثيرا على مشكلة التربية والتعليم في الجزائر. في كل مرة نتكلم عن مشاكل القطاع، كل مرة يزداد هذا القطاع سوءا إلى الأسوأ. فبعد فشل الدخول المدرسي في بداية سبتمبر، ها نحن كذلك ننظر إلى حال التربية الآن. مشاكلها لا تنتهي، لا تكاد تنتهي. كيف أن من مشكل التلميذ والكتاب وعدم توفره، إلى مشكل الاكتظاظ، إلى مشكل نقص المؤطرين التربويين، إلى العنف في المؤسسات التربوية، إلى نقص الوسائل البداغوجية. فنحن كذلك نرى الآن كيف أن مشاكل كذلك تطال الأستاذ في كل مرة، كيف أن هؤلاء الأساتذة أعطوا للقطاع وهما في عطاء مستمر للتلميذ، وكيف أنها تقابلهم وزارة التربية في هذا الإجحاف. كيف أن 40 أستاذ من خيرة أبناء المجتمع كيف يعاملون بهذه الطريقة؟ والله صورة يمد لها الجبين. بدل توفير الوسائل للأستاذ، يبقى الأستاذ يبحث عن المأوى وعن المأكل. كيف يقدم هذا الأستاذ الدرس للتلميذ بهذه المشاكل؟ كيف ينعكس ذلك على التحصيل الدراسي للتلميذ؟ وبالتالي المشكلة عويصة جدا، لابد من دق نقوص الخطر، ولابد من التفاف النقابات للنظر في هذا المشكل والبحث في الأساليب لتدارك هذا المشكل الكبير. نعم، ابقى معي السيدة مريم معروف إذا سمحتي. ينضم إلي الآن الأستاذ بشير سعيدي، المنسق السابق للأساتذة المتعاقدين سابقا. مرحبا بك أستاذ بشير سعيدي. السلام عليكم ومرحبا بك، نشكركم على الاستضافة على الدعوة، ونشكرك القناة المغربية وجميع القطاع التربوي. شكرا على تلبية الدعوة أستاذ بشير. أستاذ بشير، تحدثت الأستاذة مريم معروف والأستاذ ضيفي في الأستوديو صادق أمين بإيجاز على المشاكل التي يعاني منها الأستاذ والمنظومة التربوية بصفة عامة. باعتبارك المنسق السابق للأساتذة المتعاقدين، حسب ما لاحظنا منذ 3 أيام قام 40 أستاذا احتياطيا من مختلف الأطوار التعليمية باحتجاج ويعني إضراب عن الطعام. هذا الإضراب الذي وصل إلى أشده، يعني إلى ماذا يرجع السبب؟ يعني هل هناك اتصال ما بين وزارة التعليم والتربية وبين الأساتذة، أو غياب تام لهذا التواصل ما بين الطرفين، أو إلى ماذا يرجع هذا السبب؟ شكرا. نرجع السبب بالطبع الى وزاره التربيه الوطنيه، هي التي قامت بهذه بهذا الشيء الذي هو يعني نقدر نقولوا جديد في قطاع التربيه الوطنيه، القائمه الوطنيه اللي قلنا لهم مع الاول كيف مع المسيره الكرامه اللي كانت، عطونا اشياء، عطينا لهم حلول، قلنا هذا الاستاذ المتعاقد اللي كان يخدم متعاقد في منطقته في قدام دارو، ديروا له تكوين قدام دارو او يخدم قدام الدار. لكن وزاره التربيه ما ادتش هذا الكلام بعين الاعتبار، وراحت للقائمه الوطنيه. وهذا الشيء يعني احنا نقولوا حاجه، يعني المشكل هذا راجع ليزان كومبيتو لمديريه التربيه، عدم الكفاءات المتواجده في مديريه التربيه للولايات، حيث يخبوا الاحصاءات، ما يعطوش احصاءات لازمه على المناصب الشاغره، هناك تلاعب كبير في مناصب الشاغره. بعد هذا الشيء لجأت وزاره التربيه الى القائمه الوطنيه، حنا نقولوا واحد من طلاب يجي يخدم لك في الجزائر، اوتوماتيكمون ما كانش مبيت، والمشكل الكبير انهم يلقاو مشكل كبير ما يخلصوهمش
ما يخلصوش الاستاجيار قبل عام باش يخلصوهم، دوك وين يكري؟ كيفاش يعيش؟ كيفاش يعيش هذا البنادم؟ دوك وفر له ومن بعد ديروا هذا الشيء، هم احنا ماناش فكرة التجارب، هما يستعملوا الاستاذ كفار للتجربة، ما في حاجة واحدة أخرى، دير الاستحصائيات تاعك، كاين دراسات، لازم دراسات، قبل ما تدير حاجة تنجازي في حاجة كاين دراسات أولية. نعم. قبل ما تروح للقائمة الوطنية، كاين القائمة المحلية. علاش ما يستعملوش القائمة؟ علاش يكذبوا على المناصب الصغيرة؟ كيفاش تجيب واحد من أدرى؟ خليه في أدرى، يعني المناصب الصغيرة في أدرى، ديروا في أدرى. واضح. يبقى معي الأستاذ بشير. أستاذ بشير سعيد إذا سمحت ابقى معي، يعود لضيفي في الأستوديو الأستاذ صادق أمين. أستاذ بشير تحدث عن التلاعب في المناصب الشاغرة، يعني وزارة التربية والتعليم قد تنفي ذلك، قد تقول أنها وفرت مناصب شغل للأساتذة المتعاقدين والأساتذة الاحتياطيين، النقابة تقول عكس ذلك، يعني من نصدق من؟ يجب أن نصدق الإحصائيات ونجد أن نصدق الواقع أيضا. نعم. فأعتقد بأن العدد الهائل من الأساتذة الذين خرجوا هذه السنة في السنوات القليلة الماضية، خرجوا إلى التقاعد، تركوا فراغا كبيرا في قطاع التربية، وأكيد الكثير من الجرائد تكلمت عن هذا، وكان تغطية هذا النقص الكبير وهذا العدد الهائل من الأساتذة الذين تركوا مناصبهم للتقاعد، كانت لجأوا إلى القوائم الاحتياطية، ولجأوا أيضا إلى الأساتذة المتعاقدين حيث رسموهم في أماكنهم، وأصبحوا يعني موظفين دائمين في قطاع التربية. أعتقد بأن المشكل الذي طرحه الأخ وهو أن تكون المدرسة قريبة من أو أن يعين الأستاذ قريبا من مسكنه أو من بيته، فصحيح صحيح، لأن نعلم بأن المجتمع الجزائري يعاني من أزمة سكن، فعندما يعين الأستاذ قريبا من بيته فنحل أيضا نصطاد عصفورين بحجر واحد، ولذلك فمراعاة هذه الظروف وظروف الأستاذ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. والحقيقة هنا الأستاذ يعني كما نقول يعني وقع بين سندان المشاكل الاجتماعية، سندان المشاكل التي يتعرض لها أثناء أداء مهامه، وعفوا بين مطرقة هذه المشاكل كلها وسندان المصلحة العليا للتلميذ من تحصيل علمي، من واجب تقديم الدروس وتقديم الأمانة وهي أمانة التدريس والتعليم الذي يجب أن يستفيد منها التلميذ، لأن كل هذه المنظومة كما قلنا في البداية تعمل لصالح التلميذ. المشاكل أكيد موجودة، ولكن هناك عدة قنوات أعتقد أنها فتحت، والدليل على ذلك أن هذا الإضراب الذي قام به الأساتذة في غرب الجزائر فض بطريقة مريحة وكانت في صالح الطرفين، فيجب العودة إلى الحوار، ويجب أيضا الاستفادة من الأخطاء السابقة، وعندما انسدت قنوات الحوار بين النقابات وبين وزارة التربية الوطنية وقعت كثير من المشاكل، وكانوا التلاميذ ضحية لها، وكان انقطاع كبير على الدروس، وهذا أثر في شهادة البكالوريا أو في جميع الشهادات تاع المستوى الطور الأول والمتوسط وكذلك الثانوي. ولذلك أعتقد بأن فتح قنوات الحوار والحرص على إبقاء هذه القنوات مفتوحة والتواصل التام مع الأساتذة والالتفاف بسرعة إلى مشاكلهم وعدم ترك الأمور أن تتعفن، فكل هذه الأمور سوف تساهم في حلحلة بعض المشاكل. أستاذ صادق، هل يجب أن ننتظر حتى يكون هناك إضراب أو إضراب عن الطعام أو إضراب أو احتجاجات لأن نحل المشاكل هكذا؟ يعني حتى مثلا تم تسوية يعني طلبات هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالإضراب، يعني في بعد ما كانوا قد قاموا بإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام، هل يعني هذه الأبواب التي تتحدث عنها، أبواب الحوار، أبواب التواصل، الاتصال ما بين الطرفين، يعني يجب أن تنتظر لحد أن يكون هناك مشكل أو يقوم الأستاذ بهذه الاحتجاجات لتكون يعني إجابة لطلباته؟ لا، هو حسب طبيعة المطالب وإمكانية توفيرها وإمكانية التجاوب معها بسرعة، ولكن في جميع الحالات يجب أن تكون قنوات الحوار مفتوحة. نعلم جيدا بأن هذا الأخ سعيدي أعرفه عندما كان يؤطر المسيرة الكبرى للمتعاقدين
الناشدين التربويين من مدينة بجاية إلى العاصمة، وأعرف أيضا المسيرة التي مروا بها وكنا نتابعها يوميا، وعندما وصلوا إلى العاصمة كيف فض ذلك الاعتصام الكبير للأساتذة المتعاقدين. يجب أن نستفيد من هذه الدروس، على الأساتذة أن يستفيدوا، وأيضا على الوزارة الوصية أن تستفيد من مثل هذه الدروس، ولا نترك الأمور هكذا والتلاميذ يعانون والمشاكل تزداد. الآن دور الجميع، دور المجتمع، دور وزارة التربية، دور الأساتذة أيضا، يجب أن يكون دور كله وجهود كلها موحدة من أجل النهوض بالقطاع التربوي. لا يكفي فقط بأن نوجه اللوم على جهة معينة، يجب أن الكل يشترك في هذه، نعم يشترك في هذه المسؤولية ويؤدي واجبه من زاويته. فعندما تتكاثف كل هذه الجهود أكيد سوف نحسن الترتيب العالمي للمنظومة التربوية الجزائرية على المستوى العالم، وكذلك نحسن المردود التلميذ، وكذلك أيضا نهذب المجتمع من خلال المدرسة. واضح، جميل، كلام جميل جدا أستاذ صادق أمين. ما رأيك الأستاذة مريم معروف فيما تحدث به وتقدم به الأستاذ صادق أمين؟ يجب أن يكون هناك تكاثف الجهود وفتح أبواب الحوار بين كل الأطراف، أطراف المجتمع، من أساتذة، من طلبة، من وزارة، وزارة خاصة بالتعليم والتربية. كيف تعلقين على ما قاله الأستاذ صادق أمين إذا سمحتي أستاذة مريم معروف؟ والله يا أختي في كل مرة نسمع أن وزارة التربية ضحية للوزيرة بشخص، ضحية لمؤامرات وانقسامات وإيديولوجيات، وبالتالي كل مرة ترمى الكرة إلى الأستاذ، أن الأستاذ أصبح همه الوحيد مشكلاته، وأصبح همه الوحيد تحسين ظروفه، وبالتالي كل هذا ينعكس على تحصيل التلميذ وعلى تدهور مستوى الدراسي للتلاميذ. لكن نحن عندنا شعار دائما وهو استقرار التلميذ من استقرار الأستاذ، وبالتالي وزارة التربية كل مرة تفشل في احتواء الإضرابات والاحتجاجات منذ مدة طويلة، سواء عند النقابات أو عند الأساتذة، وكل مرة ترمي الكرة للرأي العام وتغلبه على أساس أن الأساتذة لا يفكرون في مصلحة التلميذ وهم أناميين بالدرجة الأولى. لكن نحن نقول أن الوزارة أو كل الوزارات هنا في الجزائر دائما تقابل هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات بعدم فتح حوار جدي. لماذا عدم فتح هذا الحوار أستاذة مريم معروف؟ لماذا الخوف من هذا الحوار؟ هل هذه الوزارة تتخوف من هؤلاء الأساتذة؟ يعني مصلحتها، مصلحة الوزارة، أن تكون هناك منظومة تربوية سليمة، يعني أساتذة يشتغلون في جو مريح، التلميذ يتحصل العلم إذا كان الجو كذلك مريح. يعني لماذا كل هذه المشاكل في هذه المنظومة التربوية؟ والله المشكلة في وزارة التربية أنها قديمة جدا، وهم على دراية من عدم فتح أبواب حوار جدية ومجنية، وهو سياسة منتهجة من طرف الحكومة لإفشال المنظومة التربوية، سواء من خلال البرامج التعليمية أو من خلال الوضعية العامة للمنظومة التربوية بكل أطيافها، سواء كانوا أساتذة أو تلاميذ أو عمال مهنيين أو مديرين، كل من يكون في المنظومة التربوية. وهي سياسة منتهجة منذ القديم، سياسة تدعو إلى إفشال هذه المنظومة الحساسة، هذه التي المنظومة التي تعتبر ركيزة لتقدم المجتمعات. نحن ننظر كيف أن التعليم في الجزائر كيف أنه يأخذ المراتب الأخيرة، سواء في المراتب العربية أو المراتب العالمية، يأتي في تأخير القوائم. وبالتالي نحن نقول أن هنا لابد من إعادة النظر إلى هذه السياسة، لابد من فتح حوار جدي والنظر إلى كل المشكلات التي تعاني منها القطاع التربية. ابقي معي الأستاذة مريم معروف إذا سمحتي، أعود إلى ضيفي بالأستوديو أستاذ صادق أمين.
تحدثت أستاذة مريم معروف عن يعني المشاكل التي يعاني منها الأستاذ، نعم، وأبواب الحوار التي يعني عمدا تكون وزارة التربية يعني لا تفتحها أمام هؤلاء الأساتذة، نعم. ما تعليقك الأستاذ صادق أمين على ما تفضلت به الأستاذة مريم؟ والله عندي تعليق يعني وتعقيب بسيط للأخت لو تسمح به. يعني هي قالت كلام خطير في الحقيقة، وهي قالت بأن الحكومة تنتهج سياسة تحطيم المدرسة الوطنية. فأقول إذا كانت الحكومة تقوم بهذا العمل، فالأستاذ إذن والأخت هي جزء من الأساتذة، أصبحوا معول هدم لهذه المدرسة، لأن الحكومة ووزارة التربية لا تستطيع أن تطبق برنامجها ومنهاجها إلا من خلال الأستاذ. إذن بما أن الأستاذ هو نقطة التواصل الأخيرة بين الحكومة والتلميذ، فلذلك فالأستاذ يجب عليه أن يكون كالعازل أو كالمانع الذي يمنع تمرير مثل هذه المشاريع. فالأستاذ أين دوره هنا إذن؟ يجب أن يتطور دور الأستاذ من مجرد مطالب اجتماعية يعاني منها وهي أيضا محترمة ومطالب مشروعة، إلى مطالب أيضا تهم السياسة العامة للدولة الجزائرية وتهم أيضا الطالب الجزائري والتلميذ الجزائري. فلذلك أنا لا أتفق مع الأخت، هناك مشاكل كثيرة، ولكن لا يجب أن نتهم أن هناك أطرافا تريد، وربما الطرق التي تفضلت بها الوزارة أو الحكومة ليست مناسبة، ممكن يكون هذا، أما أن نقول أنها تعتمد تحطيم المدرسة فهذا يجانب الحقيقة. واضح. أعود إلى ضيفي الأستاذ بشير السعيدي المنسق السابق للأساتذة المتعاقدين. أستاذ بشير، يعني في الأشهر الماضية كنتم قد عملتم احتجاج حول تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين، كنت من بين الأساتذة الذين كانوا في هذا الاحتجاج. الآن 40 أستاذ في إضراب عن العمل والطعام منذ 3 أيام، كان هناك اتصال ما بينهم وبين المسؤولين. كيف تعلق على كل هذه المشاكل التي يعيش فيها الأستاذ ويعود تأثيرها على التلميذ بالدرجة الأولى؟ أستاذ بشير، أستاذ بشير سعيدي معنا؟ يبدو فقدنا الاتصال بالأستاذ بشير سعيدي، في انتظار إعادة الاتصال به. أعود إلى ضيفتي الأستاذة مريم معروف. أستاذة مريم معروف، تحدثنا عن الأساتذة المتعاقدين والمشاكل التي كانوا يتخبطون فيها. الآن 40 أستاذ كانوا مضربين منذ 3 أيام عن الطعام، وتم يعني الاتصال بهم وتقريبا فتح باب الحوار معهم. هل طرحت الأستاذ سؤال على أستاذي الكريم الموجود معنا في الأستوديو أستاذ صادق أمين، يعني هل بإمكان يعني هل ننتظر أن يكون هناك إضراب أو إضراب عن الطعام أو احتجاج لأن تسوية يعني مشاكل الأساتذة؟ يعني في الأخير التلميذ هو من يدفع ثمن هذه الاحتجاجات وهذه المشاكل التي يعاني منها الأستاذ بالدرجة الأولى. أكيد. أنا قبل ما أجيب عن سؤالك الأخت بسمة، أريد فقط أن ليس أن أرد على الأستاذ ضيفك، لكن أقول يا أستاذ كيف أن الأستاذ في كل مرة هو الذي يدفع الثمن. لما تقول أنت أن الوزارة والأستاذ قال كلام خطير، أن هناك أيادي تريد إفشال المنظومة التربوية، نحن في الميدان ونعرف هذه المشاكل القديمة الحديثة. لما تفشل الوزارة في دخول الاجتماعي في عدم توفير أدنى شيء وهو الكتاب المدرسي، لما تفشل الوزارة في عدم توفير الأستاذ للتلميذ ويبقى مدة شهر ونصف وهي والتلميذ في قسم نهائي بكالوريا شعبة علوم ليس لديه أستاذ رياضيات أو أستاذ فيزياء أو أستاذ فرنسية، هنا هل هنا المشكل يكمن في الأستاذ؟ ولكن لما الأستاذ يطالب بحقه يقول أن الأستاذ لا بد أن لا يأخذ أو لا يكون معولا للوزارة حتى تطبق قرارتها، بل نحن في الميدان ونرى أنها سياسة فاشلة وأنها سياسة دائما إلى الهروب إلى الأمام. في الإعلام ننظر أن
أن الوزارة تقوم باجتماعات ماراثونية مع النقابات، هل أشركت أصحاب الأمر في إعداد البرامج التعليمية؟ هل أشركتهم في كل ما تقوم به بالإصلاحات؟ إذا أين الأستاذ؟ أين محل الأستاذ من هذه الصور؟ كيف تقول أن الأستاذ لا يكون معونة حتى لا ينعكس هذا على صحة الكل؟ لا، في كل مرة الكفة ترجع للأستاذ، والأستاذ هو الشبح المخيف والأستاذ هو كذا. بالنسبة لما قلتيه وسؤالك هي عن إضراب الأساتذة، ربما تكون هناك لقاءات أو اجتماعات استعجالية في النقابات عن طريق كيفية النظر إلى التصعيد في هذه الأيام حول قضية هؤلاء الأساتذة، لكن الحال ربما أنا ننظر أنه يكون في وزارة التربية التي لابد أن تعطي تعليمات لمديرية التربية للولايات هذه لفئة الأساتذة لا يملكون سكن، وعليهم الإفراج فورا عن السكنات الوظيفية. نحن ننظر وكل مرة ندق هذه الفكرة على أن السكنات الاجتماعية أو السكنات الوظيفية موجهة لأصحاب أو أشخاص خارج القطاع، يستفيد منها أشخاص خارج القطاع. ابقي معي إذا سمحتي الأستاذة مريم معروف، ابقي معي. تنضم إلي الآن الأستاذة سعاد شايب، مديرة متوسطة ونقابية من مدينة باتنا. مرحبا بك أستاذة سعاد. مرحبا بك أختي. أستاذة سعاد، تحدثنا عن المشاكل التي يعاني منها الأستاذ بصفة عامة. هناك أساتذة مضربين عن الطعام منذ 3 أيام في مدينة سيدي بلعباس، 40 أستاذ احتياطي تم يعني الاتصال بهم، وحسب ما وصلنا مؤخرا أنهم كان هناك اتصال ويعني أوقفوا عن الإضراب. ما تعليقك الأستاذة سعاد شايب باعتبارك أنت يعني أظن عندك معلومات على هؤلاء الأساتذة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، وأوجه تحية كبيرة لزميلتي مريم معروف النقابية. بصفة عامة المشكلة الذي تعرض له زملائنا الأساتذة في مدينة بلعباس كان مشكل عويص جدا، وهذا طبعا عنده خلفيات وأسباب. نظرا للنقطة الفادحة في التأثير البيداغوجي، تم إرسال هذه الفئة من مختلف الولايات إلى مدينة بلعباس، كما تم ذلك في العديد من الولايات، إلا أن البعض من الولايات والمديريات التربية كانت كمثال يعني أعطت صورة جيدة في تنظيم إقامة وإطعام هذه الفئة من الأساتذة. مثلا لاحظنا ذلك في ولاية الشرق وخاصة في مدينة عنابة، وعلى عكس ذلك كان في بعض الولايات، فمثلا في مدينة بجاية كان على الأساتذة دفع ثمن الإقامة وأيضا ثمن الإطعام. ولا نتحدث عن ظروف الانترنة يعني ظروف الإقامة في المراكز أو في السكنات الوظيفية. بالنسبة للفئة هذه، فئة الأساتذة الموجودين في سيدي بلعباس، كانت إقامتهم وظروف الإقامة جدا سيئة، مما جعلهم يدخلون في إضراب عن العمل وإضراب عن الطعام لمدة 3 أيام. تدخل السيد مدير التربية وتكلم مع هذه الجماعة وهذه الفئة وتوصلوا إلى بعض الحلول بعد اتصالات أجريتها شخصيا مع بعض الزملاء المتواجدين في سيدي بلعباس. أكدوا لي أن هذه الفئة من الأساتذة والمعلمين قد اقتنعت بما تقدم لهم من اقتراحات على أمل أن تتحقق ابتداء من الغد إن شاء الله، وقد رجع أو عاد كل من هؤلاء إلى منزله في العطلة الأسبوعية هذه. حاولنا الاتصال بهم، حاولنا تقرب منهم، ولكن يعني وجدنا بعض الصعوبات، فلم نتمكن من الحصول على أي رقم من أرقام الهواتف أو على أي اسم من أسماء هذه الفئة. ولكن بعض النقابات حاليا راهي تسعى الى ايجاد بعض الحلول مع مديريه التربيه، وبذلك مديريه التربيه ستنقل هذه القضيه الى وزاره التربيه.
واؤكد ان وزاره التربيه قد ارسلت لنا، وانا خاصه كمديره ارسلت لنا مراسله تضمن توفير الاقامه الجيده لهذه الفئه من الاساتذه. في انتظار الجديد باذن الله، وفي انتظار ما سناتي به الغد مع هذه الفئه وتتبعنا لمجريات الاحداث، ننتظر ان ياتي الغد بشيء افضل ان شاء الله. ان شاء الله. استاذه سعاد شايب، تحدثت مع ضيفي الكريمين الاستاذه صادق امين معي في الاستوديو والاستاذه مريم معروف، كنا قد تحدثنا عن فتح ابواب الحوار. هل يعني يجب ان ننتظر ان يكون هناك ضغط على المسؤولين؟ هل يجب أن تكون هناك إضرابات بمثل هذا النوع على أن تحقق كل المطالب باعتبارك يعني مديرة في التربية والتعليم؟ طبعا هناك سلم، هناك سلم، لا نتجه مباشرة إلى الإضراب. بالدرجة الأولى يتم كتابة طلب انفيتيسيون للوصاية، نطلب فيها مثل هذه الفئة من الأساتذة، تطلب من الوصاية التحسين من الظروف، يعني مرة أو اثنين. الإضراب نلجأ إليه كآخر حل عندما نقف أمام باب مسكو ولا نجد أذان طاغية لذلك. الحوار هو الأحسن والحوار هو الأفضل، ولكن إن وجدنا من نتحاور معهم، إن فتحت لنا أبواب ذلك، فيمكن لهذه المجموعة الأساتذة أو بصفة عامة لفئه معينه التحاور مع اشخاص يعني او يعني كومون ديغاج بوكو بليس اون كومونيكاسيون اترافير لا كومونيكاسيون جاي لا لوميير، مي لازم يكون الطرف الثاني، مستحيل الطرف الاول يبادر بالحوار ولكن يجد طرف ثاني قد سدوا الابواب. في هذه الحاله يلجا الطرف الاول إلى مثل هذا الإضراب. ابقي معي إذا سمحت الأستاذة سعاد شايب، أعود إلى ضيفي الأستاذ صادق أمين. تحدثت الأستاذة عن يعني هناك إن شاء الله أبواب للخير في هذا الطريق الذي قام به الأساتذة المضربين عن الطعام. ما تعليقك على ما تفضلت به الأستاذة؟ والله قبل التعليق على الأستاذة يعني تسمحي لي فقط، أنا لا أريد أن أدخل في سجال مع أي كان، ولكن فقط للتوضيح، الأخت تكلمت وقالت بالعبارة التالية بأن الحكومة تريد أن تحطم، قصدك الأخت مريم معروف؟ نعم، ولم تقل هناك جهات، لو قالت هناك جهات أو أطراف سأكون معها 100%، لكن عندما نتهم الحكومة ككل فهذا الذي قلته، لأن الحكومة تنفذ برامجها عن طريق الأساتذة، والأساتذة إذا نفذوا هذه البرامج وهم يعلمون بأنها ضد مصلحة المدرسة الوطنية الجزائرية فإنهم مشاركون في الجريمة، هذا ما قلته. وأقول للأستاذة أيضا أنني أستاذ أيضا وعملت عشرية كاملة في الجزائر وفي ظروف صعبة في منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات، وكنا نعمل في وكنا نتنافس كأساتذة فيما بيننا على من يحصل عدد التلاميذ الأكثر والأنجب في قسمه، ولذلك فيجب أن نعيد قراءة المفاهيم. أكيد هناك مشاكل اجتماعية موجودة، ولكن يجب على هذه المشاكل ألا تؤثر على المسؤولية التاريخية، المسؤولية الأخلاقية، المسؤولية التربوية للأستاذ، وهي مسؤولية أولية مقارنة بمسؤوليات أخرى. واضح. نعم. ابقى معي الأستاذ صادق أمين. أعود إلى ضيفتي الأستاذة مريم معروف. الأستاذة مريم معروف، يعني الآن هي مسؤولية الجميع، مسؤولية الأستاذ كما هي مسؤولية الحكومة بدرجة الأولى ومسؤولية وزارة التربية بصفة خاصة. يعني الأستاذ صادق أمين تحدث وقال أنه يجب تغيير قراءة المفاهيم، ما تعليقك أستاذة مريم معروف على هذا التعليق؟ ربما حقيقة تكون المفاهيم هي من نقرأها أولا حتى نحاول التعريج على المشكل الحقيقي. نعم. لكن نحن لما ننظر ان او ان نفهم ان حكومه تتكون من وزارات، والوزارات هذه تطبق مشاريع امرتها بها الحكومه، اين هنا المشكل ان نقول حكومه او اطراف؟
أنا لا يهمني الأطراف أو الإيديولوجيات بقدر ما يهمني أنها أن حكومة، أليس هناك تنسيق بين الحكومة ووزاراتها؟ وبالتالي هذه الحكومة لها مشاريع ولها منظومة ولها أيادي تحقق بها كل المشاريع التي تسعى إلى تحقيقها، سواء في أين دوركم في التصدي لها؟ في أستاذة، أين دوركم أنتم كأساتذة في التصدي لمثل هذه المشاريع؟ يا أخي نحن لا لا ليس لنا محل من الإعراب، نحن لا لا نسأل ولا ولكن بإمكانكم بإمكانكم أن تدخلوا في إضراب مثل ما دخلتم في إضراب من أجل مطالب اجتماعية، بإمكانكم أن تدخلوا أيضا في إضراب من أجل تحسين المنهاج وتحسين أيضا البرامج المدرسية. لا يا أخي، ارجع إلى عارضة المطالب للنقابات كلها وسترى أن كل المطالب، أن المطلب لا يكمن في مطلب تحسين ظروف الأستاذ فقط، وإنما مطالبنا دائما فيها ما يخص الأستاذ وفيها ما يخص التلميذ أيضا، نعم، تحسين البرامج التعليمية والتلميذ وكل الظروف التي يعيشها التلميذ. عد إلى مطالب، عارضة المطالب للنقابات وسترى كيف أن الأساتذة مطالبهم لا تصب فقط حول مطلب الأستاذ أو مطالبه الاجتماعية. أستاذة مريم معروف، إذا سمحتي سؤال أخير، يعني كيف، ما هو الحل، ما هو الحل للخروج من هذه الإشكالية التي نعيشها في منظومتنا التربوية، لأن تكون هناك منظومة تربوية ناجحة يفتخر بها كل من الطلبة والأساتذة؟ فقط أنا لا أستطيع أن يعني أجد حل مباشر، لكن نحن نأمل أن يكون حقيقة إشراك حقيقي للنقابات، ليس إشراك شكلي، ليس إشراك فقط للدعاية والإشهار والإعلام، لابد من إشراك أصحاب الأمر، أصحاب الأمر الذين هم حقيقة في المدرسة داخل القسم، ينظرون إلى حال ووضعية التلميذ مثل حال ووضعية الأستاذ، بالتالي هؤلاء الذين يشاركون في وضع البرامج أو في إيجاد الحلول، مثل ما وجدت حل الأساتذة المتعاقبين وبدأ ينقص هذا المشكل، كذلك هؤلاء ينظرون إلى هذه المشاكل ويمكن حلها في المستقبل. واضح، أشكرك جزيل الشكر أستاذة مريم معروف رئيسة الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، كنت معنا من الجزائر. أعود إلى ضيفي الأستاذ صادق أمين، بغض النظر عن المشاكل التي يتخبط فيها الأستاذ، يعني هذا الأستاذ الذي يحمل معه المشاكل القسم في الأخير يعني ينقلها إلى الطالب، ينقلها للتلميذ، يعني كيف يجب أن نتعامل مع هذا الأستاذ الذي هو حامل كل هذه المشاكل على عاتقه وينقلها للتلميذ يعني بدون ما يشعر؟ نعم، ما الحل في مثل هذه الظروف أستاذ صادق؟ والله بارك الله فيك، يعني أستاذ سؤال جد وجيه، لأنه هذه هي الواقع للأسف. نعم، أن الأستاذ يأتي بحقيبة من المشاكل بدل حقيبة من المعرفة إلى التلميذ، وأيضا ربما تأثر عليه في طريقة تقديمه للدرس وطريقة تلقين التلاميذ نتاعه المفاهيم الجديدة، وأيضا حتى كل هذه الأمور اللي تخص التعليم والمنظومة التربوية. ولكن للأسف من المفروض أن نفصل فصلا كبيرا بين المشاكل الاجتماعية التي كما قلنا لا أحد ينكرها، والتي هي جزء من المشاكل التي يتعرض لها المجتمع الجزائري ككل، كل الناس تعاني. فالأستاذ لديه وظيفة نبيلة، رسالة نبيلة يجب أن يؤديها في جميع الظروف وفي جميع الحالات. هذه الرسالة النبيلة يجب أن تكون بعيدة عن الإيديولوجيا، بعيدة عن السياسة، بعيدة عن كل ما هو لا علاقة له بعملية التدريس وعملية التعليم. ولذلك لو تجد هنا مثلا نقارن، لا أقارن مثلا هنا بين المدرسة الإنجليزية التي أنا دائما أتعامل معها والمدرسة الجزائرية التي منها تخرجت وفيها أيضا عملت وما زلت أكن لها حب شديدا، فلا أقارن، ولكن طبعا فقط لنأخذ العبر كنموذج، يعني نتحدث كنموذج عن كنموذج. نعم، كنموذج، بارك الله فيك. هنا مثلا يعني يفتحون في كل مؤسسة في كل سنة، في بداية السنة يفتحون مثل ما نقول عندنا في الجزائر
يوم مفتوح. نعم. هما عندهم مساء مفتوح، في المساء يفتحوا المؤسسة للأولياء لكل المختصين الذين يريدون زيارة تلك المؤسسة، وكل ديبارتمنت يعني كل فرع نعم. فرع الرياضيات، فرع التكنولوجيا، فرع العلوم، فرع الفنون إلى غير ذلك، يفتحوا فروعهم ويبينوا للأولياء ماذا يدرسون التلاميذ، ويشركوا الأولياء في عملية التدريس. سوف ندرسهم في هذا الفصل كذا وكذا، وسننتقل إلى غير ذلك، وبذلك يعممون المعرفة بين التلاميذ وكذلك الأساتذة، عفوا الأولياء. الأولياء نعم. أيضا الأستاذ هنا مثلا ما وقفت عليه في هذه البلاد، أن الأستاذ يدخل إلى مؤسسته بداية من الساعة 8 صباحا، ويخرج على الساعة 4 أو 5 مساء. نعم. يعني يقضي كل وقته داخل المؤسسة. إذا كان له قسم يدرسه فهو داخل القسم يدرس، وإذا كانت عنده ساعة فراغ أو ساعتين فراغ فهو يعد ويحضر الدرس لتلاميذه. أنا عملت في الجزائر، وكنت أدخل إلى القسم الساعة 8، أدرس 3 حصص الساعة 11 وأنا موجود خارج المؤسسة، وهذا يجب، لذلك قلت يجب إعادة النظر. نعم. في المنظومة التربوية ككل. نعم. ولذلك فلا يمكن فقط أن نقول الأستاذ يعاني في مشاكل. نعم يعاني في مشاكل، ولكن أين هي رسالته؟ واضح. ابقى معي الأستاذ. أعود إلى ضيفتي الأستاذة، عفوا ينضم إلي الآن الأستاذ عاشور إدير، الأمين العام لنقابة أساتذة الثانويات. مرحبا بك أستاذ عاشور. مرحبا بكم، يعني هذا الاستدعاء. نعم أستاذ عاشور، شكرا على تلبية الدعوة، لكن نريد أن نعرف ما هو دوركم باعتباركم الأمين العام لنقابة أساتذة الثانويات. كيف يكون دوركم في المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الأستاذ والتي ينقلها إلى هذا التلميذ أو الطالب؟ يعني نريد أن نعرف بالتحديد دوركم كأمين عام لنقابة أساتذة الثانوية. أولا ليس أنا كأمين عام ليس للدور، ولكن كنقابة عندها تمثيلية في قطاع التربية الوطنية، النقابة لها دور كبير في المشاكل التي يعيشها قطاع التربية، والتي صنفناها في نوعين. النوع الأول من المشاكل هي مشاكل اجتماعية ومهنية بحتة، والتي تتمثل في تدهور خاصة القدرة الشرعية عمال قطاع التربية من جهة، وإعداد قانون أساسي جديد يتلائم مع الظروف الحالية وطموحات عمال قطاع التربية. ونحن نناضل يوميا من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. والجانب الثاني الذي نلعب فيها الدور وهو الذهاب إلى مدرسة عمومية ذات نوعية، لأن ظروف أو البرامج البيداغوجية الموجودة حاليا لا تطور التطورات الحديثة وما يحدث في العالم، ونلاحظ هناك دائما انخفاض في مستوى التلاميذ الجزائريين، ولهذا ينبغي إصلاح ما يمكن إصلاحه في قطاع التربية، بالإضافة إلى ظروف العمل التي تعيشها المؤسسات التربوية يوميا من نقص الميزانية إلى نقص إمكانيات العمل سواء للتلميذ أو للأستاذ. ابقى معي الأستاذ عاشور إذا سمحت. أعود إلى ضيفتي للأستاذة سعاد شايب. الأستاذة سعاد شايب، باعتبارك مديرة في متوسطة ونقابية أيضا، يعني المشاكل، بغض النظر عن المشاكل التي يعيشها الأستاذ، يعني نتحدث عن المشاكل أيضا التي يعاني منها التلميذ، يعني نقص في الكتب، نقص في النقل، مشاكل عديدة مثل الاكتظاظ في المدارس في الأقسام. يعني كيف يجب أن نرسم يعني صورة أو مخطط لهذه المدرسة التي نطمح لها، يعني منظومة تربوية سليمة يعيش فيها أو يتلقى فيها التلميذ ما يجب أن يتلقاه في جو مريح مثله مثل كل التلاميذ في بقاع العالم؟ والله هذا المشكل قد نجده في بعض المناطق وقد لا نجده في مناطق أخرى. بالنسبة للمناطق الريفية النائية
يمكن أن تعاني من هذا المشكل للنقل خاصة. ولكن أنا أرى أن الوزارة يعني خاصة في السنوات الأخيرة قد وفرت وسائل النقل للتلاميذ، حيث أصبح التلاميذ في ولايات كثيرة يتمتعون بالنقل المدرسي، كما في المتوسطة التي أعمل بها يعني نقل متوفر. صحيح أنه بعض الإمكانيات أو الميزانية، وخاصة بعد الحالة التي تمر بها دولة، قد يؤثر على التلاميذ، ربما على إمكانيات الإطعام، ربما على إمكانيات أخرى كوسائل مثلا الدراسة كالكتب المدرسية. ولكن أرى أن هذه المشاكل ليست عامة في الجزائر كافة، بل هي تكون أو كائنة في بعض المناطق فقط. وأرى بحيث يعني خبرتي مع المديرية التربية والوزارة أيضا، أن الوزارة من هذه الناحية تعمل جاهدة لحل هذه المشاكل، وهي في تحسن ملحوظ. أما من ناحية الاكتظاظ، فالاكتظاظ يعني منذ سنين وسنين، والمؤسسات الجزائرية تعاني منه خاصة في المناطق أو المدن الكبرى. لكن في المناطق أو الأرياف أو القرى، فأظن أن هذا المشكل غير وارد. ولكن أرى أيضا أن الوزارة قد فتحت مؤسسات جديدة، يعني الحق يقال في كل سنة هناك مؤسسات جديدة تفتح، وكما نقول أو ملحقات ديزانات تضع لإيجاد حل لهذا الاكتظاظ. وهذا إن دل على شيء يدل على النوايا الحسنة للوزارة، وإن دل على شيء أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل فتح هذه المؤسسات لحل هذا المشكل الخاص بالاكتظاظ. واضح. يمكن أن تكون هناك حلول إيميديات، ولكن مع الوقت ستكون هذه الحلول. واضح. أريد أن أضيف زميلتي. نعم. تفضلي. زميلتي فقط للزميل وأشاطره زميل اللي كان معك من قبل، أنه الأساتذة كلنا عملنا بالخارج بالنسبة للأساتذة، كلنا عملنا خارج الولاية ورحنا للقرى ورحنا للدواوة وضحينا. أنا أطلب فقط من الفئة الجديدة أو فئة الشباب هذه التي عينت خارج الولايات أن يعني تضحي ولو بالقليل. كلنا عانينا وكلنا تنقلنا وكلنا كانت ظروف صعبة، كانت كذا. واضح. صحيح أن ظروفهم حاليا صعبة، ولكن نعم. لا مانع في القليل من الطبخ. واضح. أستاذة سعاد أشكرك جزيل الشكر. أستاذة سعاد شايب المديرة مديرة متوسطة ونقابية، كنت معنا من مدينة باتنا. أعود إلى ضيفي الأستاذ صادق أمين. تحدثت الأستاذة وكنت استمعت إلى حديثها، ما تعليقك أستاذ صادق؟ نعم، يعني هي أكملت بكلمة أعجبتني، وهي يجب أن نضحي. يعني على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، فالأستاذ يجب كما قلنا رسالته النبيلة تحتم عليه أن يضحي بالقليل وأن يجاري هذه الأوضاع الموجودة. فنحن لا نعيش في سويسرا حتى نطالب طبعا بما يطالب به الأستاذ السويسري، ولكننا نعرف إمكانياتنا ونعرف وضعنا ونعرف مجتمعنا، فلذلك علينا أن نتأقلم مع هذه الأوضاع. أستاذ صادق أمين، أعود إلى ضيفي في عجالة، الوقت يضغط علينا. أعود إلى ضيفي أستاذ عاشور إدير. أستاذ عاشور إدير، في كلمة موجزة، يعني كيف تتصور المنظومة التربوية، هذه المنظومة التي تعاني من مشاكل إن كان من الأستاذ إن كان من التلميذ، كيف تتصور أن تكون هناك منظومة تربوية سليمة؟ أظن لا ينبغي تفكير كثير، لأن منظومة تربوية سليمة عندها المبادئ نتاعها وعندها الأسس نتاعها، ولكن ينبغي أن تكون هناك إرادة سياسية لبناء مدرسة عمومية ذات نوعية والتي تكون مفتوحة على العالم. واضح. وهذا هو المشكل التي تعاني منه المدرسة الجزائرية، هي تصرف التعليم الإيديولوجي أكثر من التعليم المعرفي والعلمي. ولهذا ينبغي عكس المعادلة، لنعطي في المدرسة الجزائرية
أكثر معارف علمية وتكنولوجية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عاشور إدير الأمين العام لنقابة أساتذة الثانويات، أشكرك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي أستاذ صادق في عجالة. أستاذ صادق في كلمة، كيف يجب أن تكون هناك منظومة تربوية جيدة تفتخر بها الجزائر؟ أعتقد بأن ما أسس أو ما نصب اليوم في الجزائر يوم السبت في المجلس الأعلى أو المجلس الوطني الأعلى للبرامج، والذي مآلاته هو إنشاء برامج غير متحزبة غير إيديولوجية، فقط له مآلات تربوية. أعتقد لو ينجح هذا المجلس، خاصة أنه فيه من المجلس الإسلامي الأعلى، فيه من المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس أو السامي للغة الأمازيغية، يعني من جميع الخبراء. فلذلك أعتقد بأن الأستاذ يجب أن يقرأ قراءة إيجابية وأن يتفاعل مع كل مبادرة خيرة تنهض بالمدرسة الجزائرية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صادق أمين الإعلامي والأستاذ السابق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلات. الشكر موصول إلى كل ضيوفي الذين شرفونا بمداخلاتهم، والشكر موصول إليكم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم بألف خير وفي أمان الله.